سمر، ما في أحلى من الطبيعة. ومنختم اليوم حلقتنا بآخر فقرة يلي رح نحكي فيها عن خلطات طبيعية ممكن تساعدنا بحل مشاكل شائعة بصحتنا وكتير مزعجة. مندور على أدوية أحيانا وعلاجات، ولكن دائما بيقولوا الطبيعي يعني ما نو ضار، وهو أحيانا بيكون علاج وبيكون مصدر راحة. نحن مثل ما بنعرف متوفرة عنا الأعشاب والخلطات الطبيعية. هلأ كل هالمواضيع هي رح نحكي عنها أكيد مع ضيفتنا الصيدلانية الدكتورة سامة ناولو. يسعد صباحك سامة، صباح وأهلا وسهلا الخير. فيكي. صباح الخير. اليوم حبيت نحكي عن هذا الموضوع لأنه صار في عالم ما عاد تقدر تاخذ الأدوية كأسعار، أو صار في هلأ كتير عم ياخذوا أدوية. صحيح. ففي نحن عنا مواد ببيتنا بنقدر نستفيد منها، هي أصلا بتنصنع منها أدوية. تمام. فحبيت نحكي عن هذا الموضوع. أكيد. يسعد صباحك وأهلا صباح وسهلا الخير. فيكي. بالبداية خلينا نحكي عن خلطات طبيعية للسعال، شو هي ممكن تكون؟ تمام. هلا نحن في عنا مركب كتير مهم اسمه الزعتر. الزعتر في بنقدر نحط معه اوراق اللبلاب. هدول اوراق اللبلاب هن المقشع طبيعي بيطلع هي المفرزات يلي بتصير على السعال يلي هو رطب. والزعتر هو معالج لكل الامراض الجهاز التنفسي. فنحن كثير بنستفيد من هي الخلطه سوا. هلا نحن بنحط هالاثنين مع المي يلي هي مغليه، حلو، بس ما بنضل عم نغليهم، بعدين لازم نصفيهم ونحطهم ونشربهم. هلا في عالم بيحطوا عسل، بس في ملاحظه كثير هامه لكل الخلطات اللي جايه بعد، انه العسل ما بينحط مع المي المغليه او المي الكثير ساخنه، لانه الدراسات الجديده عم تقول انه هو كثير بيصير مركب سام. هي العالم ابدا ما بيعرفوها عنا، وكله بيحط العسل مع المي المغليه. فنحن يا لازم نستنى لتفتر ونحط معها عسل، او اذا هي مثلا مثل السعله لازم تنشرب ساخنه، فبنشرب هذا المشروب ساخن وبناكل العسل بالمعلقه. حلو كتير. يعني يمكن حكيتي نقطة كتير مهمة، وأكيد كتير بيخربطوا فيها، ولكن نقطة طبية مهمة. رح نحكي عن شيء شائع هو الكولون العصبي اللي صار تشوفيه عند الكل، عند الكبار وأيضا الشباب، فئات عمرية سامة صغيرة. شو الخلطة دائما بيسألوا هلأ، وشو فينا نحن ناخد لنقدر نهدي الكولون العصبي؟ تمام. هلأ الكولون العصبي هو من اسمه بيكون سببه توتر وسببه نفسي. هذا التوتر والسبب النفسي بيعمل لي تشنجات بالمعدة، وبيعمل لي نفخة وبيعمل لي غازات. فأنا فيني استخدم للكولون العصبي يانسون ونعنع، وبالأخير بنحط بابونج. هلأ اليانسون هو لعلاج الغازات بيطلعها من الجسم، النعنع هو بيعالج لي التشنجات بالمعدة، هو كتير ممتاز لهذا الموضوع، والبابونج بيهدي كل المغص يلي عم بيصير. والكمون، بيقولوا الكمون، كمون وليمون. الكمون هلأ كمان في عنا خلطة للنفخة، كمان فينا نضيف الكمون، أو هون بديله هو اليانسون كمان. تمام. لنفس الموضوع بيشيل الغازات. اكيد. كثير من الناس كمان بهالوقت بتقول لك مثلا كل الليل ما قدرت نام، صار معي قلق بالنوم، نوم بالمره، شو ممكن كمان في خلطات طبيعيه يشرب الشخص قبل ما يفوت ينام ويقدر ينام براحه ويروح القلق منه؟ هلا في عندنا نحن اوراق المليسه والزيزفون والبابونج. تمام. هلا المليسه كثير بتشتغل لهي للقلق، يعني هي بتروح لي القلق، حتى بتسكن لي ألم الصداع يلي هو بيسبب لي انه انا ما اقدر نام. في عنا زيزفون كمان هو كتير بيعالج حالات الاضطراب والقلق والتوتر. وبالاخير في عندي البابونج بيعالج لي كل شيء تشنجات هضمية ممكن هي عم تسبب لي انه انا ما عم بقدر نام. كمان مثل ما قلنا كلياتهم بنحطهم للمي المغلية بعد ما انا طفي عليها، يعني انا ما بترك الاعشاب عم تغلي كثير على المي، وبعدين بدي صفيهم وبيطلعوا عندي هذا الشراب، بشربه كل ما انا احتاج، بس يكون في فترات زمنيه، هي كاسه لانه ممدده، فانا بقدر اني انا اشرب منها. وكمان انه للتحليه فينا نضيف العسل بس لما تكون فاتره.
تمام. يعني سامة ايضا غير يعني الشغلات اللي بيعاني منها الشخص في بالقولون العصبي، ايضا في اشخاص ما عندها قولون عصبي وما بتعاني من هالقصة، ولكن بصير عندها نفخه وغازات. تمام. يعني من اقل شيء ممكن تشرب كاسه حليب، بتقول لك انا بتحسس من الحليب، فبصير عندها نفخه وغازات. تمام. كيف هي ايضا تتخلص منها؟ هل نفس الخلطات اللي نحن ذكرناها بالقولون العصبي؟ تمام. وهل في شيء اضافي لها؟ تفضلي. تمام. هلا النفخه في عندنا بذور الكراوية، بذور الكراوية بنشتريها من البذورية، هي كتير بتحسن عملية الهضم، لأنه هي النفخة هي سبب أنه أنا في عندي اضطرابات بالهضم، فأنا لما بجيب هي بحسن الهضم. بعدين في عندي النعنع بضيفه، النعنع هو للتشنجات الهضمية بيشل إياها، وآخر شيء في عندي الكمون يلي حكينا عنه، كمان هو بيتخلص لي من كل الغازات، فأنا بكون تخلصت من كل الأسباب يلي هي عم تعمل لي النفخة والغازات. أكيد. كتير في من الأسئلة، الخلطات الطبيعية هل في إلى أثار جانبية أو أثار سلبية إذا أخذنا مثلا شربنا أكثر مثلا من كاسين ثلاثة باليوم؟ قديش الشخص مسموح له يشرب ليقدر ياخذ النتيجة الفعالة ويتحسن؟ أكيد. تمام. هلأ الخلطات الشغلة الحلوة فيها أنه هي كتير ممددة، فأنا يعني نسبة التسممات اللي بتصير فيها لا تذكر، بس مثلا في عندي حالات خاصة مثل انه في عنا نحن عرق السوس بيشربوه كمان مع الزعتر للسعال، لانه هو كمان مقشع بجيب الجذور تبعه. هلا هذا عرق السوس ما فينا ناخده لمريض ضغط. تمام. فأنا الشخص اللي عنده مرض هو بيزيد بسرعة، مثلا ممكن يصير في معه انه يعلى ضغطه، يتحرك قلبه، فهو لازم انه كتير ينتبه على هذا الموضوع، انه هو لما بده يشرب اي شيء، لما بده ياخد اي دواء، انه هو يرجع يتابع هذا النبات انه انا اذا ممكن يضرني. بس بشكل عام انه هي كتير آمنة. طيب كم كاسة باليوم؟ هلا انا كل ما اتضايق بدي اشرب كاسه يلي هي مثل ما قلنا بتكون مركزه، لانه انا بدي اتركها تنتقع خمس دقائق بعدين اشربها، فهي بتكون مركزه. بعدين انا فيني كل مثلا 3 4 ساعات اشرب كاسه. هلا هو يعني الوسط فيه بشرب 3 4 كاسات بالنهار. تمام. يعني ايضا سامة شو بدنا نصائح اخيره للي كثير بياخذوا ادويه؟ يعني احيانا العلاج لازم يكون بوصفه طبيب مختص، مو نحن اذا صار معنا نفخه نروح على الصيدليه ناخذ الدواء اللي نحن بنقرره. قديش مهم انه يمكن اليوم حكينا عن الخلطات الطبيعيه فينا نقول حاله امنه او اكثر امان للي بيتعاطوا الادويه بكثره، خاصه نحن بكورونا، يعني بدنا نذكر انه نحن بكورونا كثره الادويه ما لنا نافعه. صح تماما. هلا اول شيء انا بكون عم ضعف مناعتي، ويلي هي هلا صار المناعه هي سبب كل الامراض يلي عم تصير، نقص المناعه. صح. فانا عم ضعف مناعتي، عم بعمل مشاكل للكلاوي للكبد، فانا لازم بعد عن طريق الادويه. حتى هلا عالميا كله عم يتجه على الادويه النباتيه، يعني حتى بالصيدليه صرنا بنبيع ادويه نباتيه. صح. ما عاد ادويه كيميائيه. فانا لازم بعد وحاول. هلا كل هالامراض سببها اول شيء هو العادات يلي نحن عم نعملها، واللايف ستايل نمط الحياه تبعنا. صحيح. فانا ببلش انه انا غير، ببلش انه انا عالج بنباتات وخلطات طبيعيه، بعدين اذا ما مشي الحال نحن لازم نروح على الدكتور، والدكتور بينصحنا شو الادويه الكيميائيه اللي نحن لازم نستخدمها. اكيد دائما مثل ما حكينا انه في وين ما بنروح في خلطات طبيعيه هي جاهزه بتكون. هل بتفرق عن الخلطات اللي نحن بنعملها بالبيت؟ وبرايك انه الاحسن هلا كمواد اكيد هي منيحه كثير، لانه هي الخلطات لحتى تكون نازله على السوق بيكون في صيدلاني مشرف على تصنيعها. بس مثل ما قلنا انه في عالم ما بتقدر انه هلا كل فتره تشتري مثلا يلي معها نفخه ومعها كولون ومعها تشنجات، بتصير بدها تشتري كذا خلطه. اما بالبيت نحن فينا انه نعمل بسهوله وبسرعه، مثلا اذا نحن تضايقنا ما انه ننزل ونشتري ونرجع، خلص فورا تضايقنا بنعملها من مكونات هي موجوده اصلا عندنا بالبيت. بس كطب يعني وشي منيح اكيد انه هي منيحه اكيد اذا بنشتريها. يعني سامة بيقولوا كل شيء زاد عن حده نقص، فاحيانا يعني المرضان او مثلا التعبان بحط بريق بيجرب بخلصه بيشرب بريق ثاني. لا قديش مهم نحن نحدد الكميه اللي نحن بدنا نشربها، ايضا لعدم فرط نشاط الكليه بالطرح السوائل، وقديش كمان مهم انه ناخذ حاجتنا وخلص، يمكن شيء زايد ما رح ينفع.
تمام. هلا نحن اكيد ما لازم انه نزود اي شيء، فهيك نحن عم نقول انه نحن يعني بيكون 3 4 كاسات ماكسيموم، اذا كان حدا كثير متضايق وعم يضل عم يشرب اوكي 5 كاسات، بس اكثر من هيك ما بيصير، لانه هي يعني النباتات قد ما كان هي عم يتراكم التركيز الماده الفعاله تمام. بجسمنا صحيح، فنحن ما بيصير انه نحن نكثر منهم اكيد. صحيح اكيد. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا، وشكرا لنصائحك القيمه اكيد.